السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بيكم في فيديو جديد على قناة احمد علي. النهاردة ان شاء الله هقدم لكم تطبيق ربح صادق. التطبيق ده بيدفع لك اموال على الرسائل اللي بتجي لك على الهاتف، فطبعا لو انت بيجي لك رسائل كتير على الهاتف الخاص بيك ممكن تستغل الطريقة ديت في انك تحقق الكتير من الدولارات من خلال تطبيق النهاردة. فلو مهتم بالموضوع تابع معنا الفيديو وان شاء الله هتستفاد من فيديو النهاردة. فدلوقتي يلا بينا نخش في الشرح عشان ما اطولش على حضراتكم، ولكن يا ريت الناس اللي مش مشتركه معانا في القناه يا ريت تدعمنا باشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلهم كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان نشوف كم واحد عجبه فيديو النهارده. تمام، مبدئيا يا شباب رابط تحميل التطبيق اللي هنستخدمه في شرح النهارده هتلاقوه موجود في وصف الفيديو. التطبيق اسمه ماني اس ام اس. تمام، فهنبدا ان احنا طبعا ندخل على التطبيق كده. طبعا انت لازم تعمل تسجيل حساب جديد في التطبيق، فهنضغط هنا على كلمه التسجيل بالشكل ده ونضغط على كلمه سماح بالشكل ده. تمام، هنا طبعا بتختار الدوله الخاص بيك او بتلاقيها متحدده تلقائي. بعدين هنا بنبدا ان احنا نحط رقم التليفون الخاص بينا، فانا هحط رقم تليفوني كده. بعد كده هضغط على كلمه تحقق هنا عشان يبدا يبعت لي رساله. هنا هنضغط على كلمة سماح زي ما حضراتكم شايفين. طبعا هو ما بعتش رسالة، اعتقد انه ما بيحتاجش تفعيل ولكن مش مهم. تمام، فدلوقتي هنا بقول لي حط البريد الالكتروني الخاص بيك، فهنبدأ اللي احنا نحط البريد الالكتروني، وتحت هنا نحط كلمة السر. تمام، زي ما حضراتكم شايفين انا حطيت البريد وكلمة السر. بعد كده هعلم على المربع ده واضغط على كلمة المواصلة هنا وهنتظر بعض الثواني. هنا بقول لي رمز التحقق. تمام، طبعا زي ما قلت لكم في الاول انه بيحتاج رمز تحقق، فهو حاليا زي ما انتوا شايفين بعت لي كود اهوت في رساله زي ما انتوا شايفين كده. هنبدا اللي احنا نكتب الرمز اللي في الرساله ده. طبعا هنا بقول لي اكتب رمز التحقق، فهنبدا اللي احنا نجيب الرمز ده بالشكل ده. تمام، 7E0. اتنين دي. تمام، بعد كده هنضغط على كلمة مواصلة بعد ما كتبنا الكود. طبعا هنا زي ما شايفين. تمام كده، وزي ما حضراتكم شفتم انا دخلت الكود وضغطت على كلمة مواصلة ومباشرة بدأ يدخلني لوجهة التطبيق زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام، طبعا وجهة التطبيق سهلة وبسيطة. هنا طبعا بيجي لك عدد الرسائل اخر 30 يوم، يعني كل ما يجي لك رسالة هتبدأ اللي هي تتحسب هنا، وهيديك على كل رسالة 0.02 يورو. تمام، فبصراحة حاجة ممتازة جدا. فكل اللي عليك انك هتسيب التطبيق شغال وهتسيب الهاتف متصل بالانترنت، واول طبعا ما يجي لك رسالة هيبدأ التطبيق يحسب لك عدد الدولارات. تمام، هنيجي بقى للاعدادات هنا عشان نشوف الاعدادات مع بعض. طبعا الاعدادات هنا ممكن تعدل على معلومات الحساب الخاص بيك، وهنا عندك برنامج الاحاله لو ضغطنا عليه بالشكل ده. هنا طبعا ده كود بتبدا اللي انت تشاركه مع اصدقائك، وطبعا التطبيق بيبدا يدي صديقك اول ما يسجل من خلالك 0.25 يورو، يعني حوالي ربع يورو. تمام، وبتبدا بقى اللي انت تاخد حوالي نسبه احاله 30%، فبرنامج الاحاله حاجه يعني مربحه جدا بصراحه. تمام، عندك هنا بقى طرق الدفع لو ضغطنا عليها بالشكل ده. هنا بقى ممكن تضيف طريقه دفع، نضغط على علامه الزائد دي. هنا بتضغط هنا عشان تشوف انت عاوز تسحب ارباحك عن ايه. ممكن تسحب ارباحك على البيتكوين او الايثيريوم او البيبال او الويب ماني. تمام، فمثلا لو انت هتسحب على البيبال هتضغط عليه وتحط ايميل البيبال هنا وتضغط على كلمة حفظ طريقة الدفع، عشان بعد كده لما تيجي تسحب ارباحك يبدأ يسحب لك على طول على البيبال. تمام، عندك هنا اللغة لو عاوز تغير اللغة، وعندك ممكن هنا لو عاوز تحذف حسابك، وديت تسجيل الخروج. طبعا الحاجات الباقية ديت مش هتهمنا في حاجة. تمام، هنيجي على خانة الرصيد هنا. هنا بقى بيكون الرصيد الخاص بيك. طبعا ده الرصيد الخاص بيا اللي هو 0.25 يورو، اللي هو ربع يورو، لان طبعا سجلت من رابط احالة صديقي، فعشان كده بدأ اللي هو يديني 0.025 يورو. تمام،
فانت طبعا لو سجلت من الرابط الخاص بيا هيبدأ برضو يديك المبلغ ده. وهنا في الاختيار الاول ده بيكون الربح الخاص بيك من الرسائل، وفي الاختيار التاني ده بيكون الربح الخاص بيك عن طريق الاحالة. تمام، طبعا عشان تسحب من التطبيق ده لازم تجمع 2 يورو، لان ده هو الحد الادنى للسحب في التطبيق. يعني اول رصيدك ما يوصل ل2 يورو هتبدأ تضغط على كلمة سحب هنا، ومباشرة هيبدأ التطبيق يبعت لك ال2 يورو ديت على وسيلة السحب اللي انت حددتها زي ما قلنا عن طريق الاختيار ده. تمام، فبس التطبيق سهل وبسيط جدا، مش محتاج يعني لشرح كتير، لان التطبيق يعني واجهته سهلة وبسيطة، وطريقة الربح منه برضو سهلة وبسيطة. تمام، فطبعا بقى تسيب التطبيق شغال كده زي ما انتوا شايفين، هو كده شغال اهوت، لان الاشارة بتاعته موجودة فوق اهيت زي ما انتوا شايفين كده. فبس كده بقى لما يجي لك رسالة هيبدأ التطبيق يحتسب لك ارباح، واول ما تجمع ال2 يورو هتبدأ اللي انت تسحب من التطبيق بكل سهولة. تمام، فبكده بقى يكون انتهى فيديو النهاردة. اتمنى يا رب يكون عجبكم الفيديو، ان شاء الله هسيب لكم رابط تحميل التطبيق موجود في وصف الفيديو عشان الناس اللي عاوزة تحمل التطبيق وتبدأ اللي هي تكسب منه بعض الدولارات. واشوفكم بقى في فيديو جديد على قناة احمد علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.